متابعي ومتابعي التلفزيون المتسابق، اهلا وسهلا بيكم. استوديو تحليل مباراه الزمالك وسموحه، والنهارده سموحه مفاجاه كبيره جدا، فوز على نادي الزمالك بهدف احرزه النيجيري ابو بكر اليادي في دقيقه 53، ويصعد نادي سموحه للمركز السادس ب 31 نقطه، بينما توقف رصيد نادي الزمالك عند 24 نقطه في المركز ال 12. مباراه مهمه جدا، نادي الزمالك قدم عرض وذبذب خلال المباراه، بدا بتشكيل غريب جدا من جوميز اللي واضح جدا ان هو بيلعب مباراه سموحه النهارده وكل تركيزه في مباراه نهائي كاس الكونفدراليه امام نهضه بركان المقرر ليه يوم الاحد المقبل. لعب بتشكيل غريب من بدايه المباراه، بالتشكيل في اكثر من خمس لاعبين مش موجودين، قوه الضربه كلها مش موجوده، بدا بمحمد عواد وفي اليمين محمد شحاته وقلبي الدفاع حسام عبد المجيد وياسر حمد لاول مره يشارك وابراهيم انضاي في الجبهه اليسرى، بينما في نص الملعب كان في زياد كمال وعبد الله سعيد وسيف جعفر، وفي الهجوم ناصر ماهر وسيف الجزيري ومتيابه. كان تشكيل غريب جدا، وده اللي ادى فرصه لاحمد سامي يقدر يسيطر على المباراه ويؤدي بشكل جيد جدا، ثم حتى دقيقه 53 يحرز الهدف التقدم اللي حافظ عليه حتى نهايه المباراه. بعد كده يعني جوميز قدر، شاف ان المباراه بتهرب منه، عمل تغييرات متتاليه بثلاث تغييرات في الدقيقه 57، نزل فتوح واحمد حمدي واحمد سيد زيزو مكان ابراهيم انضاي وسيف جعفر ومتيابه، برده ما كانتش فيه نتيجه، برده عمل بعد كده تغييرات متتاليه، ناصر ماهر مكان سيف مكان عبد الله السعيد، ثم بعد كده دونجا في كان زياد كمال في الدقيقه 80. ولكن هذه كل هذه التغييرات لم تؤدي الى تاثير في نتيجه المباراه التي انتهت بفوز نادي سموحه بهدف مقابل لا شيء، فوز مهم جدا. تفوق في احمد سامي على جوميز، احمد سامي اهتم بالمباراه ولكن جوميز واضح انه كان بيلعب المباراه كل تركيزه في المغرب، خاصه فريق نادي الزمالك هيطير للمغرب لخوض مباراه الذهاب يوم الخميس المقبل، ولخوض النهائي يوم الاحد، ثم بعد كده بعدها باسبوع هكون باذن الله في استاد القاهره بالتوفيق باذن الله لنادي الزمالك. النهارده كان في حالات تحكيميه كثيره جدا، حالات فيها جدل، في حالات طرد لحسام حسن ركله جزاء ويلغيها الفار، حاجات كتير جدا لازم نبتدي بيها طبعا مع الكابتن عادل عادل خبير التحكيمي. منور يا كابتن. اهلا بيك كل الساده المشاهدين ومتابعه التلفزيون السير. انا شايفك انت يعني حتى مصر ان يكون بتقول ان في اخطاء كتير جدا ارتكبها محمود البنا. قبل ما نقول الاخطاء ونخش عليها، ممكن نعرف الناس بطاقم التحكيم اللي كان موجود النهارده؟ النهارده كان عندنا البنا مع احمد توفيق طلب وطبعا حكام معانا على الشاشه، وبرحي السوداني اثنين مساعدين، عاطف حسين حكم رابع شفناه كتير في الفتره الاخيره. عاطف حسين هنتكلم مع بعض بعد كده على الايه؟ على على الاختيارات، وعلى ان في ناس تلعب كل 24 ساعه يا كابتن عمر، وناس تلعب كل 24 يوم. ماشي. والحكم الرابع للاسف اثنين فيديو في الفار، محمد صباحي ومصطفى مدحت. صباحي طبعا ده ظهور كان بقاله فتره برضه ما بيلعبش، وده ظهور اول ليه. عايز اقول لحضرتك النهارده البنا خارج فورمه المباريات وخارج الفورمه اللي احنا تعودنا عليها. النهارده البنا من وجهه نظري النهارده البنا في الدي اوف عنده اكتر من قرار تحكيمي. ايوه، اول مره شارك للزمالك من فتره كبيره، بس اقول لحضرتك يعني ما شفناهوش فتره كبيره من الاهلي والزمالك تقريبا، من ولا الزمالك تحديدا؟ لا الزمالك تحديدا كان بيلعب الاهلي والبنك الاهلي من قريب، لكن هو عنده اول مباراه للزمالك بعد 143 يوم، من بتحديدا يا كابتن عمر من 14 ديسمبر 2023 ادار مباراه الزمالك والمصري البورسعيدي. بعد كده تقريبا 7 شهور. لا 143 حوالي 5 شهور وشويه، 7 شهور. ديسمبر 5 شهور. لكن هو طبعا ده ما ياثرش عليه، لان هو حكم كبير، واحد من حكام الصفوه في الدوري المصري، عنده حضور متميز، لكن تبقى القرارات التحكيميه المؤثره في المباراه. ومن حسن الطالع ان هو القرارات التحكيميه المؤثره في المباراه لم تكن في صالح لصالح الفريق اللي هو هزم، كانت هتبقى المشكله اكبر، لكن هي معظمها لصالح سمو. بص حضرتك، عندنا انذار لزياد كمال في الشوط الاول في الدقيقه 43، لكن يبقى حاجه مهمه جدا، من الدقيقه 5 تقريبا او من الدقيقه 6 كان البنا كان موجود في الميعاد وصفر واحتسب اكثر من مخالفه، ولكنه هناك بعض المخالفات كانت تجاوزت التنافس العادل وتجاوزت الالتحام المشروع، وبالتالي كانت تستوجب اشهار البطاقه الصفراء مستحقه في اكثر من مشهد، سواء لزمالك او لسموحه، ولكنه كان يسمح باستمرار اللعب في يعني. فانا اتفق معاه عشان المعيار كان واحد، لكن نقف معاه عند حاجه مهمه جدا. النهارده هو المعيار واحد، لما لقى بدا يشعر بالخطوره اشهر البطاقه الصفراء الاولى لزياد كمال في شد داخل منطقه الجزاء،
وبعدين انا عايز اقول مفيش حاجه اسمها مخالفه خفيفه ومخالفه تقيله، مخالفه تقيله ومخالفه كبيره، لا المخالفه مخالفه. كان في شد وفي التحامات، هو سمح باستمرار اللعب، تقدير موفق منه احنا موافقين عليه. هو هيتبقى الاخطاء الابرز او القرارين الابرز. بس في قرارين مهمين جدا ماشي. سموحه طرد حسام حسن في الدقيقه 82 تقريبا، وده طرد اعتبر مؤثر، واعتبر مؤثر جدا وواضح جدا. كان في ثقه من احمد سامي ان القرار شايف ان هو من وجهه نظره القرار غلط، ان اللاعب ولاعب ويعني ويطالب بركله جزاء، وحصل فيها جدل كبير جدا يعني. بيطالب بركله جزاء وبيقول انه يعني لو اتحسب بركله جزاء يعني ما فيش سميشن، يبقى طرد غير صحيح، صح كده؟ انت شايف ايه يا كابتن؟ هو انزل حسام حسن في الدقيقه 53 من عمر اللقاء، بعد كده اللعبه الجزاء الاول بعد كده اللعبه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي تمام. في ركله جزاء النهارده حسام عبد المجيد، انا عايز اقول لحضرتك في اللعبه دي انت شايف لما حصل هو السموحه طلب ركله جزاء وتمت الاعاده هو اعتبر ان حسام حسن عمل سيميليشن فعشى الله البطاقه الصفراء الثانيه وبالتالي طرد مباشر. بس هو بياخد القرار تحس ان هو واثق في نفسه. ايوه كارت احمر ماشي تمام. عايزين نقف بس ان الفار لما تدخل، الفار لا يتدخل في الانذار الثاني، الفار يتدخل في مخالفه، الفار هو في الصباحي وفي والاثنين حكام كويسين، صباحي حكم كبير طبعا. فالنهارده هو القرار هو احتسب مخالفه سيميليشن وانذار لحسام حسن، تدخل الصباحي وكارت احمر طبعا، طرد هذا الطرد، هو الانذار الثاني من بنا في اخر ودنا الانذار الثاني وطرده، ده طرد غير مستحق، وهو فيه كان قاسي جدا 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 مع حسام حسن. اللعبه لم تكن هناك سيميليشن، ولما اتدخل الصباحي اتدخل طبقا للبروتوكول اللي اتدخل عشان يقول له ان هي فيها ركله جزاء، فيها شد من التيشيرت، وليس يعني في مخالفه على حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك، وبالتالي ركله جزاء على الزمالك وانذار لحسام عبد المجيد على ان يعيد الوضع الى ما كان هو عليه ويرجع في الانذار بتاع حسام حسن. لو رجع في الانذار هينزله ملعب ثاني، ده القانون. لكن هو راح يا كابتن، هو راح واتفرج وشاف اللعبه وقال قراره، طبعا حكم قراره ان هو النهائي حكم الساحه تمام. هو كده واضح ان هو مقتنع بقراره، ولما شاف الصوره بص اصل انا بثق تماما في البند ماشي، مش هو اللي هيعاند، بس في حكام ممكن تعاند لما يروح للفار، هو ما بيعاندش، هو لو شافها اعتقد هيوافق بدليل البيئه. الكلام هو لو مقتنع كان ادى ركله جزاء، هو مقتنع هو قراره سليم، ايوه هو مقتنع ان هو قراره سليم. لما راح شاف الصوره ما اقنعتوش بالصوره الكافيه اللي هو لا انا هقف هنا معلش، اتفضل. الصوره اللي هو اللي عرضها الصباحي تمام. صوره واضحه فيها شد من التيشيرت لحسام حسن من حسام عبد المجيد، الايد اليمنى الايد اليسرى شد التيشيرت بتاع حسام حسن تمام. هو يمكن يكون البنا هو اللي خلاه ادى انذار سيميليشن ان حسام حسن بالغ في الشده شويه. يعني انت كابتن عادل شايف ان الكوره اللعبه دي ان حسام حسن طرده غير سليم طبعا، وان سموح كان يستحق ركله جزاء. سموح يستحق ركله جزاء على حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك، وانذار لحسام عبد المجيد لمسك التيشيرت من الخصم داخل منطقه الجزاء تمام. ويرجع حسام حسن للملعب تاني، الغاء الانذار والغاء الطرد ويرجع تاني. اللعبه الثانيه في احتسب ركله جزاء للزمالك، تمام. ولما احتسب ركله جزاء من الزمالك دي 77 من الوهله الاولى يا كابتن عمر، من الوهله الاولى نجح المدافع الاسم بتاع سموحه تمام ان هو يلعب الكره قبل ما يحصل الالتحام. لعيب الزمالك فرود الزمالك هو اللي كمل يا كابتن، احمد حمدي وداخل كمل وش رجله في قدم مدافع سموحه، وبالتالي تدخل الفار. عشان كده بقول لحضرتك الفار النهارده تدخله مؤثر، تدخل في ركله الجزاء اللي هي احتسبها هو البنا لصالح الزمالك، وتدخل واستدعاه شاشه المراجعه ورجع عرض عليه صوره واضحه بتقول ان مفيش مخالفه، وبالتالي رجع استأنف باسقاط. يعني ركله الجزاء انت شايف ان الحكم مفيش ركله جزاء الزمالك، والفار تدخل الفار تليم تمام، طبقا للبروتوكول تدخل هو راح للفار واستمع للفار وعرض عليه صوره واضحه تمام، صوره واضحه جدا وزاويه واضحه جدا تمام. وبالتالي هنا يبقى مفيش ركله جزاء للزمالك، لكن هناك في ركله جزاء. يبقى انت كده كابتن اللعبتين اللي هو فيهم جدل كبير جدا، اللعبه الاولى بتاعت حسام حسن وطرده انت شايف طرد غير سليم تمام، وكان اللعبه تستوجب ركله جزاء
لحسام حسن وانذار حسام عبد المجيد. تمام. انت كده شايف قرار الحكم غلط. حتى لما راح وما استلمش الفار كده غلط. تمام. اللعبه الثانيه ركله جزاء الزمالك يحتسبها محمود البنا، الفار استدعاه، الحكم لغاها، يعني الفار استدعاه راح يتفرج راح شاشه قرار مع الفار ان هي فيه ان ما فيهاش ركله جزاء، لغى القرار. تمام. يعني كده في فاول احرز، في جون احرزه نادي الزمالك، كان ابراهيم السوداني موجود في الميعاد واشار بالتسلل، والفار اكد قرار ابراهيم السوداني في تسلل من خلال الكوميونيكيشن سيستم. تمام. فعلا في تسلل، زيزو راجع سابق بالجزء الايسر من جسمه والقدم الايسر والجزء الايسر من جسمه، زيزو سابق، وبالتالي تسلل صحيح. اكتسب كمان مخالفه ركله حره غير مباشره على الهاني سليمان، لاعب حارس سموحه، في تجاوز ست ثواني اللي هم طبقا للقانون. هو من الاول عشان عنده خبره ان الهاني سليمان بيضيع وقت من الاول، احنا كلمه الاول احتفظ بالكوره. تمام. واحتسب عليه ركله حره مباشره لصالح نادي الزمالك. نتمنى من منبر يوم السابع ان الحكام تركز في 6 ثواني وكلنا نطبقهم، عشان لما تطبق من حكم او من حكم لان مفيش غريبه ما شفناهاش، ما تبقاش غريبه، الناس حست انها غريبه ولكن الحكم بيتحامل، مش غريبه الحكم بيتحامل مثلا الحارس، لكن هي غريبه مش غريبه وهي طبقا للقانون، بس هو الباقيين كلهم بيتجاهلوه. اما انا بقول لحضرتك عشان محتاجين ان الحكام تركز فيها، ويبقى ده نوع من انواع توحيد القرار. مهم جدا يا كابتن. تمام. قلنا جون التسلل اوف سايد، كان عنده كام موفق في احتساب الوقت الضايع؟ 9 دقائق في الشوط الاول، في الشوط الثاني، و3 دقائق في الشوط الاول. 9 دقائق دي مش كتير، يعني في ناس دايما تقول لك 9 دقائق كتير. بص يا كابتن، فيها مجامله دايما، ودايما الوقت التسع دقائق بنشوفها في ماتشات الاهلي والزمالك، بتحسب الاهلي، بتحسب للزمالك، صح كده؟ والفرقه الصغيره يقول لك ما تحسبناش وقت دوت. وقفنا في ركله الجزاء السموحه 2:30. تمام. وقفنا في ركله جزاء الزمالك اللي هو حسبها على الزمالك وقت الفار، قصدك اللي هو مراجعه الفار. تمام. ده حوالي 4 دقايق ونص. وقفنا كمان في الهدف اللي هو احرز في الدقيقه 90 حوالي 30 ثانيه، فاعتقد ده وقت مناسب مع الاستبدالات. 9 دقايق وقت مناسب، انا شايف ان هو تقدير وقت ضايع كويس، لكن البنا النهارده مش هو ده البنا، او في بعيد عن مستواه المعهود. البنا اعتقد بنا لما يتفرج على المباراه اعتقد مش هيكون راضي عن نفسه بنسبه كبيره، لكن المساعدين عملوا مباراه طيبه، الاثنين مساعدين بصراحه، احمد توفيق والسوداني وابراهيم السوداني، ونجح الحكم الرابع ان هو سعد حسين، كان كويس. اوكي. والاثنين بتوع الفار كان في نفس المباراه في نفس التوقيت يا كابتن عمر، مباراه البنك الاهلي. لا لا لا، خلينا في البنا، تقديرك ودرجاتهم الاول قبل ما نروح المباراه الثانيه. البنا النهارده 7 من 10. ده كتير ولا قليل؟ لا كويس. لا يعني كويس؟ طبعا. وبعدين انا حتى انت مش راضي، بس انت مش راضي. مش راضي طبعا، لانه بيبنى حكم كبير، ومن حسن الحظ ان اتبنى الاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها كانت لصالح الفريق اللي هو فاز. يعني اخطاء المفروض ما دام لصالح الفريق اللي هو حصد نقاط المباراه الثلاثه، فبالتالي ما اثرتش في نتيجه المباراه. ولكن طرد حسام حسن يا كابتن عمر طرد غير مستحق، هيتوقف المباراه القادمه بقرار خاطئ من البنا. قصدك تفرض يا كابتن شاف الفيديو بس هو ما شاف مين هشوف الفيديو؟ هو شاف الفيديو مش هرجع في كلامه. صح يا كابتن؟ تمام. يعني 7 من 10؟ ده كتير ولا قليل؟ لا لا كويس. المساعدين باقي الطعم يا كابتن. المساعدين 8.5 والفار 8.5. عملوا ماتش كويس لكن فانا بعيد. وبعدين يعني هو كمان عنده برضه الانذارات والالتحامات وكده، ما اعرفش. انا حاسس ان البنا كانه بقى له فتره ما نزلش الملعب، رغم ان هو واحد من اصحاب الخبرات وعنده النضج التحكيمي عالي، لكن يبقى التوفيق وعدم التوفيق هو الفيصل طبعا. كان في مباراه ثانيه انت عايز تتكلم في مباراه ثانيه، مباراه في نفس التوقيت، مباراه انبي والبنك الاهلي، ومباراه انتهت ب5-1 لفريق انبي رغم تقدم البنك الاهلي بهدف، لكن الانبي قدر كابتن علي يرجع ويحقق فوز كبير جدا ويصعد فيه للمركز الثاني في ترتيب الدوري، وده اداء هايل جدا بصراحه. يعني انبي بيقدم مرد قوي جدا. عايز تتكلم عن طاقم الحكام في كان في طاقم الحكام، طاقم التحكيم برضه على السيرفر نود المؤثر، طاقم التحكيم كان موجود اللي معانا على الشاشه مصطفى الشهدي واحمد صلاح وكريم السيد. احمد صلاح وكريم السيد حكام، اثنين مساعدين، حسن سلطان حكم رابع، وفي الفار عمرو الشناوي وخالد جمال الغندور. انا عايز اقول لحضرتك النهارده خالد الغندور وعمرو الشناوي الاثنين موجودين في الفار،
لكن دي حاجه دي عايز اقول النهارده الشهدي ظهر بشكل جيد وادى مباراه طيبه، وطاقم الحكام النهارده بالاثنين مساعدين. مصطفى شهدي كابتن حكم من منطقه الجيزه تقريبا صح؟ الجيزه مرشح للقائمه الدوليه، مرشح للقائمه الدوليه ان شاء الله. هو والده كان حكم تقريبا، كابتن احمد الشهدي من المنوفيه، وكان هو مرشح، هو وكابتن هو وابراهيم محمد. والده كان حكم طبعا، ابراهيم حكم في الجيزه برضه حكم كويس، انا اتفرجت عليه اكتر مره كويسه. عندنا ابراهيم محمد ومصطفى الشهدي وسيد شعبان وسيد منير، اكتر من حكم ماشيين بشكل كويس، ومصطفى عثمان بشكل طيب. اعتقد انا شايفك كنت بتتابع الماتشين شهدي فيو كم برجر النهارده 8.5 من 10، والفار 8.5، لان الفار لغى جون مهم جدا 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 وكانت النتيجه 0-0 الانبي، والنتيجه 0-0 تدخل الفار بشكل جيد ولغى جون في تسلل للشهدي من المباراه الاخرى. كابتن عمر بيزيد واضح ان كابتن محمد فاروق مقتنع بيه، وبصراحه هو اللي طلعه في الاول كابتن عصام عبد الفتاح، بس كابتن محمد فاروق مقتنع بيه وبيديله ولو ما كل الموجودين دلوقتي عصام عبد الفتاح دفع بيهم، لكن اعتقد ان محمد فاروق طبعا بنتمنى له التوفيق ونتمنى له الشفاء. الف سلام عليه، الف سلام عليه، ونتمنى له السلام عليه يعني ان شاء الله يوقع صحيه يعني يقوم منها على خير ان شاء الله. لكن محمد فاروق بيحاول ان هو يكون في خمس، بيحاول يعمل الاخطاء اللي هي بتحصل في اللجنه. انا بصراحه بشوف اخطاء، هنعمل حلقه على الاخطاء على التعيينات العشوائيه، وهل هو وهل هي اختيارات الحكام اختيارات عشوائيه اسف بالكفاءه ولا عشوائيه ولا اختبارات حسب الظروف. عايزين بس لما تبقاش معانا من الاول اللايف، كان في لعبتين فيهم اخطاء. انت قلت يا كابتن اللعبه الاولانيه بتاعت طرد حسام حسن، قرار الكابتن عادل الخبير التحكيمي ان هو الطرد غير صحيح، وكان يستحق ركله جزاء لسموحه مع انذار حسام عبد المجيد، صح كده؟ تمام، قلت صح كده ولا غلط؟ تمام. في اللعبه الثانيه ركله جزاء الحكم احتسبها لنادي الزمالك، الفار استدعاه راح شاف اللعبه لغى قرار وخد قرار الفار الغاء، وده قرار سليم منه طبعا. صح كده؟ طبعا. وفي مقبل القرارات انت شايف ان البنا النهارده مش يوم، مش صح كده؟ لا مش هو ده البنا اللي احنا بننتظر منه مستوى افضل من كده بكتير يعني. تمام، نكمل يا كابتن بقى بالنسبه للحكام، عشان انت عايز تتكلم في موضوع البنا والحكام الدوليين بيلعبوا، عايز تتكلم في الجزئيه دي. بص يا كابتن عمر، هو في مسلسل هزيل بيتم مع الحكام الدوليين الكبار، الحكام الكبار هم دول الثوره، هم دول تمام يعني اذا كان الحكام اللي قاعدين هم الذخيره. وحاليا الناس اللي مش متابعه، في صدام كبير جدا بين الحكام الدوليين الكبار اللي بيشرفوا مصر بره، محمود عاشور حكم فار من افضل الحكام على مستوى افريقيا ورقم واحد في افريقيا في الفار، وامين عمر محمود ابو الرجال تقريبا صح؟ وكان البنا منهم بدليل ان احنا من اول مره. صح كده؟ انا بس عايز اقول من حكم حكيمه 4 أو 5 مرات فقط في الموسم، واحنا النهارده في الاسبوع ال 21 واحمد الغلاب، بس احمد الغلاب رجع مؤخرا. ايوه كده؟ اوكي. لكن هو في كل الحالات ما بيشاركوش، ومحمد الحنفي طبعا هو يعني الحكام لما اشتكوا الراجل يعني رد فعله كان غريب جدا، وقال ان هو ما جريوش ولما يجروا، طب ما تخليهم يجروا. ده كان رد فعله اللي انا تابعته. بص يا كابتن عمر، احنا مش هنتناقش في الصدام بتاع اللجنه مع الحكام، اللجنه مع الحكام ده حق اصيل للجنه انها تختار الحكام، لكن احنا هنتناقش في حاجه ثانيه. انت عند الحكام الواعدين دول، حكام دول المفروض الذخيره وذخيره لجنه الحكام في الفتره. لا والخبرات يا كابتن موجوده. لا مش مع احترامي ليك، بص انا طول الوقت تليفونات من انديه الدوري المحترفين بدايه الموسم، انا لسه ما فيش حكام دوليين وبيشتكوا، انا لسه تكلم اللجنه يقول لك لا ما ينفعش حكام دوليين، احنا حاطين مستويات سي وبي وهكذا. انا اقول لك لسه اقول لك اذا كانوا الواعدين دول الذخيره فالحكام اصحاب الخبرات الكبار دول تمام هم القوام الاساسي اللي ينجح لك المسابقه. يعني اذا كان الواعدين هم الذخيره اللي انت بتستند عليها في الفتره القادمه، تمام. الحكام اصحاب الخبرات الحكام الكبار هم القوام الاساسي اللي ينجحك اي مسابقه. تمام. النهارده الراجل قال لا مش هنلاعب حد اللي بيلعب في ممتاز الف، ممتاز الف هيحكم ممتاز الف، ممتاز ب هيحكم ممتاز ب، بدا يلين في الماتشات الاخيره، بس ده مش بيلين يا كابتن. ده قررت، انا اقول لك ده معلومه، قرار مجلس اداره اتحاد الكوره طلب التداخل في المباريات الحاسمه في الصعود والهبوط في دوري المحترفين تواجد الحكام الدوليين، وبالفعل شفنا حكام دوليين موجودين في المرحله الاخيره. يبقى حاجه مهمه، اختيارات الحكام محتاجه اعاده نظر. في حكام يعني البنا كان حكم رابع في ماتش الزمالك اللي فات، تمام، عظيم، في ماتش الاهلي اللي فات بنا كان حكم رابع في ماتش الاهلي الاخير
اللي هو كان هو كان تقريبا كان فيه اصابه ورجع لسه راجع من فتره. لا لا ماشي، بس هو بالنا كان حكم، كان حكم اسف انت عايز تتكلم في تعيناتي ان في حكم بيلعب النهارده ويلعب بعد بكره تاني وفي حكم قاعده في البيت. ايوه اتفضل ماشي. بس ده موضوع كبير، موضوع كبير وموضوع بيتكرر كتير. واحمد الغندور كان عنده ماتش امبارح بالفار وكان هو بيدير ماتش الاهلي والاسماعيلي. عايز اقول لحضرتك ان احنا محتاجين تمام يكون في تركيز في عداله. لا في عداله، في عداله، لا العداله دي في حكام كتير بتتكلم وتقول ان هي يعني مثلا لما اقول لك انا امين عمر حكم دولي كبير وتعبرت معاه بالصدفه في احدى المناسبات ويعني بيقول لي لعب خمس مباريات فقط في الموسم ده. طب ازاي؟ ماشي، بس هو لا هو ده حكم في نوبه ايه وحكم ماشي. مرشح اول لكاس العالم ان شاء الله، بس احنا ازاي ما يكونش موجود؟ هنعمل حلقه نقول فيها بالمستندات، هنجيب التعيينات ونقول ده لعب النهارده ولعب امبارح وده ما لعبش بقى له اسبوع كده عشان نتكلم قدام عشان الشاده المشاهدين بتوعنا تمام هم بيثقوا في فينا، فبالتالي لازم نتكلم معاهم تمام بالورقه والقلم. ما هو الورقه والقلم كانت في التعيينات معروفه، فاهم قصدي؟ لا هنعرضها على الشاشه ان شاء الله. النهارده ما كنتش راضي عن البنا برضو، بعيد الكلام تاني برضو للناس اللي ما شافتش عشان احنا يعني انت قلت ان في اخطاء تحكيميه فادحه في المباراه. كان في ثلاث لعبات مهمين يا كابتن عادل صح؟ اول واحده اللي هي حسام حسن، انت قلت رايك احنا قلنا قول تاني للمشاهدين قلنا لا قلنا قلنا انها ركله جزاء اللي سموحه ركله جزاء سموحه وقرار طلب غلط صح كده؟ وانذار حسام عبد المجيد، يعني انت شايف ان هي طرد غلط تمام كانت تحتسب ركله جزاء وانذار حسام عبد المجيد صح كده؟ تمام. نفس الكلام ركله الجزاء زمالك، ركله جزاء الزمالك احتسبها الحكم، جماهير الزمالك طالبت بيها، الحكم احتسبها لكن الفار استدعاه ولغى القرار. تمام. بس انت في المجمل مش راضي عن اداء البنا. اداء البنا. تمام. طب يا كابتن عايز اسالك بشكل اكبر يعني حاجه ثانيه ماشي؟ بالنسبه لمحمود عاشور حاليا هو مستبعد من المباريات من بريرا وهو حكم فار. وفقا للفيفا ما فيش اختبارات لياقه بدنيه لقائم الفار في البطولات صح كده؟ موقفه من وجهه نظرك انت وخبرتك الكبيره. انا ما اعرفش هو واقفه ليه، لكن انا عرفت ان هو واقفه عشان تصريحاته الاعلاميه، لكن هو يبقى حاجه انت واقف عاشور عشان طلع صرح اعلاميا وامين عمر صرح اعلاميا وابراهيم نور الدين صرح اعلاميا بعد ماتش الزمالك. انت لو الزمالك والاهلي الاخير يا انت سامح للحكام انها تصرح اعلاميا وبعدين ترجع تقول انا وقفته؟ لا، هو لجنه الحكام اجازه كابتن عشان اشتكي مثلا لجنه الحكام محتاجه تعيد ترتيب الدولاب الاداري في التعامل مع الحكام وتكون عندها عقوبات رادعه للتصريح الاعلام ده مرفوض تماما، ولكن يبقى تقييم الحكام. طب انت كابتن عادل كنت مدير لجنه الحكام فتره ما ماشي مع كابتن عصام فتح تقريبا تمام. الحالات اللي زي ديت يعني حكم عندك كبير وحكم رايح اولمبياد باريس وحكم حكم نهائي أم أفريقيا وراح أولمبياد قبل كده وعمل كأس العالم ومرشح بقوة لكأس العالم 2026 تمام صح كده؟ تمام. قرار استبعاده مباراة قرار سليم ولا قرار خاطئ ولا قرار فيه اضطهاد ولا قرار لابد من تداخل اتحاد الكورة؟ ما اقدرش اقول اضطهاد، لكن هو قرار خاطئ لان انا كنت قريب مع وقال احنا هنتدخل في الموضوع ده وهنكلمه. انت رايح على كده قرار محتاج اعاده نظر، اعاده نظر ليه؟ علشان النهارده الحكم ده عنده بطوله قادمه ويروح يمثل التحكيم المصري فلازم انا النهارده انا ما مستبعدوش بالشكل ده. عايز اقول لحضرتك حاجه، هعمل مقارنه سريعه بين هذا القرار وبين اللي حصل النهارده تمام. المدير الفني لليفربول النهارده كان تصرف بشكل احترافي جدا 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 مع محمد صلاح. محمد صلاح واحد من عشاق السينما المصريه في انجلترا وفي العالم. الراجل تمام، الراجل يعني راجل قد تصرف راقي، وهو ده المدير الفني اللي عنده لعيب بقيمه محمد صلاح اشراقه من البدايه، ومحمد صلاح احرز هدف حل الازمه ورد باشراقه على 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 رسائل كثيره كانت هتجتهد فيها وسائل الاعلام المختلفه. وكان النهارده ليفربول كان بيلعب مع توتنهام كسب 4-2 مباراه كبيره، وكان صح فعلا محمد صلاح ادى فيها بشكل جيد جدا. كلام طبعا طبعا. كابتن عادل قبل ما انهي معاك احنا لازم يكون عندنا حاجه في التحكيم الفتره الجايه، لازم لان التحكيم واضح ان في مشاكل كتير ان شاء الله. وانت بس النهارده كنت انا برضه مستغربك يعني انا في فيديو 7/10 وهو انت بتشوفنا نجم مؤثره يعني مع بالنا تبتدي درجات عاليه كده 7/10 مع بالنا حكم دولي، وانا يعني برضه شايف ان هو يعني عنده ما هو المهم الجميل ان الاخطاء لم تؤثر في نتيجه المباراه.
لا اصلت لا ازاي لو سموحه يا كابتن ازاي يعني البنا يا بص سموحه لو حط لو اتحسبت ركله جزاء كان هيبقى 2-0 ماشي هو بس هو كده آه لو اتعدل لو مش ركله الجزاء دي لو اتحسبت اني واحده اللي هو الليفر للزمالك كان هيتعدل لا اخطاء مؤثره ايوه بس ما اثرش في النتيجه النتيجه طلعت النتيجه سموحه هو يشفع بس ان البنا حكم معروف عنه ان هو حكم كبير وحكم خبرات صح كابتن ان شاء الله بنتمنى له فتره غايه بقى افضل باذن الله ان شاء الله كده كده. ان شاء الله مشاهدي متابعي التلفزيون السابع النهارده كنا في استوديو التحليل لمباراه الدوري مباراه مهمه جدا بين سموحه والزمالك فاز فيها سموحه بهدف احرزه النيجيري ابو بكر اليادي في الدقيقه 53 صعد بيها نادي سموحه للمركز السادس ب 31 نقطه بينما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطه في المركز ال 12 في نفس الوقت كان في مباراه مهمه بين نادي انبي والبنك الاهلي فاز فيها نادي انبي 5-1 على البنك الاهلي في مباراه كبيره جدا صعد فيها انبي المركز الثاني في ترتيب الدوري في نفس الوقت النهارده كان في مباراه مهمه ليفربول عشان عشاق السعر المصري في مستوى العالم خاصه عشاق محمد صلاح المصريين كلهم بيشجعوا ليفربول وبيتابعوا ليفربول عشان محمد صلاح فاز فيه ليفربول على توتنهام 4-2 في مباراه تالق فيها محمد صلاح واحرز هدف وكان دور مؤثر جدا في المباراه وانهى تماما الازمه اللي حصلت بين محمد صلاح وكلوب المدير الفني النهارده كنا معاكم استوديو تحليلي مهم جدا كابتن عادل بشكرك كابتن عادل خليك اشوفكم على خير باذن الله في استوديو اليوم السابع